بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغي أن رئيه استغني. إن إلى ربك الرجعي. أريت الذي ينهي عبدا إذا صلي. أريت إن كان على الهدي أو أمر بالتقوى. أريت إن كذب وتولي. ألم يعلم بأن الله يري. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئه. فليدع ناديه. سندع الزبانيه. كلا لا تطعه واسجد واقترب.